السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين أصدقاء متابعين المشاهدين ديال القناة اليوتيوب. معكم عصام، تحية طيبة لكم وتحية طيبة لجميع المشاهدين ومشاهدات القناة. عدد جديد، حلقة جديدة من أناليز تيرسي كوارتي كانتي بليس. فهذه الحلقة هذه اللي غادي نديرو التحليل ديال كانتي ديال نهار اثنين في الفونتين بلو. فكنبغي نشكر صراحة جميع مشاهدين القناة، ونبغي نفتخر واحد القوس فتواصلوا معايا بعض الأصدقاء بخصوص اللي كيسمي أبونمون في أي بي اشتراك. ف انا شخصيا فانا ما كندير حتى شي حاجه من هذا الشيء. اللي كاين هو ان هذه القناه هي اللي كاينه، كاين التحليل، كاين البرونوستيك الشخصيه ديالي، وكل واحد ممكن يطونطي لا شونس ديالو في الديبار ديال الكانتي. فكنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، وتكونوا مرتاح البال وتكونوا في امان الله. اذا نهار اثنين دقيقة غادي تكون لي بروم ديال فونتين بلو مع الكانتي بلس ديال اللي كيف ما كتشوفوا ريني اون لا بروميير كورس ديال البروغرام غادي يكون هو الكانتي. الديبار ديالو غادي يكون مع 12 و55 دقيقة توقيت المملكة المغربية. كانت اللي غادي يكون قصير، يعني غادي تقريبا دقيقة و10 ديال الثواني هو المدة ديال هاد الكانتي هذا، لأنه غادي يكون في المسافة القصيرة ديال 1200 متر في لالين دغوات. دونك خاصنا خيل اللي كدير لالين دغوات وكتنفس مزيان، يعني في هاد لي كونديسيون هادي، وكتديماري مرة أخرى يعني في 500 متر الأخرى. دونك هاد الكانتي اللي كيما قلت لكم غادي يكون في تيغان لو 4.8، غادي يكون معنا 16 ديال لي بارتون هونغر اي دي مال في الديبار، وغادي يكون سن ديال 64 وما فوق. دونك هذا هو الديكور، هذا هو الديبريف، وهذه المعطيات الأولية بالنسبة للكانتي ديالنا اللي غادي نمشيو نشوفو لي شونس ديال هاد لي 16 بارتون. إذا نبداو التحليل مع الرقم واحد بوغاست تايم، هاد المال ديال 4 سنين، اول بارتون ديال شي شونسيج اللي عنده غدا 3 ديال لي بارتون في الكانتي. هاد العوده ديال اللي غادي يدير لا رونتري ديالو يرد البال، عاود يسبق لي جرى مزيان في هاد يعني في دي كورس بحال هكا في لالين دغوات. غادي يكون شارجي، وعلى قبل لا رونتري ديالو غادي نعطي اون بروميير شونس بوغ ان كاتخيام سانكيام بلاس. مي عاود اللي ممكن تكون عنده لا كاليتي، و الا كان واجد راه ممكن يسالي في لاريفي ديال الكانتي، عطيتو بروميير شونس. رقم جوج شيري ميغي، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي تاهو غادي يدير لا غونطخي ديالو، مي تاهو يا ممكن علاش لا ياخد دي بلاس في هاد لاكاتيغوري هادي، بحال الكانتي اللي كان في هاد لي بودغوم هادا في هاد الباركور هذا العام اللي فات في شهر 11 7/11 وكان سلا في لاريبي. فتاهو يا إلا كان واجد وإلا كان تقريبا 100% ممكن يسالي في لاريبي، غادي تاهو نطونطي مع بوميير شونس. رقم ثلاثة دنفر شوب، هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي سيبليمونتي بالمناسبة، ولونتوغاج خلص عليه باش يجري الكانتي ديال غدا. غادي يدير لو غوتوغ ديالو للين دروات، كيبقى عاود مرتاح يعني في هاد لي كونديسيون هادو، كيجري مزيان في هاد المسافات القصيرة. آخر فيكتوار ليه في لاكارير ديالو فكانت يعني تا هي في هاد لي بودوم ديال فونتين ولا في 1100 في لالين دروات. دونك عاود اللي ممكن تا هويا تكون عنده لا شونس ديالو، فعلى قبل لا فالور عطيت الدوزيام شونس وحطيته في الخانه ديال اونكادنو بارتون كما قلت لكم. الرقم 3 ديال نفر شوب على قبل لا فالور ديالو اللي ممكن تكون شويه طالعه. رقم 4 ايد خاصنا، وهاد المال ديال 6 سنين، مال اللي شفنا توا العام اللي فات في كانتي بلوس، كان يعني كيجري تقريبا ديما مزيان، عنده 8 ديال لي كانتي اون فيكتوار و5 ديال لي بلاس. فلا غونتخي ديالو اللي كانت في 18/2 ما شفناش شي حاجه كبيره، واش وصل دابا ل 100% ديال لا فورم ديالو ولا لا؟ فعلى قبل لا فورم اللي ما عرفتش يعني واش واجد هاد العوده ولا لا، عطيت دوزيام شونس مرد البال هاد العوده هذا هو الا كان في نهارو فممكن يسالي في لاريتي بارابور يعني داك الشيء اللي شفنا العام اللي فات. دوزيام شونس. رقم 5 الرايستيف، هاد الهونغر ديال 7 سنين، هونغر تا هو دار ان غونطخي مقبوله في الرمله في البيست اون سابل فيبغي في الواحد من هاد الشهر هذا، تا هو سبق ليه بين على مؤهلات يعني محترمه في لالين دغوات وفي هاد المسافات القصيره، وغادي يستافد غدا من لا مونت ديال ميغيل بارسلونا. فعطيتو دوزيام شونس هاد الرقم 5 غايستيف، فشخصيا كنفضلو يعني شويه في 1400، ما عرفتش يعني واش 1200 لين دروات ممكن يعني يسالكها في العربي، سبق لي جرى فيها مزيان ما كنقولش انه العكس، مي غامرت بيه وعطيتو دوزيام شونس غايستيف الرقم 5. رقم 6 واي بلاتان، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي تقريبا كيلقى تا هو نفس الديكور ونفس لي كونديسيون ديال لا كاتخيام بلاس اللي كان خدها لينا في هاد لي بودغوم هذا في هاد الباركور هذا في 7/11 من العام اللي فات. لا اونتخي ديالو ما شفناش شي حاجه كبيره، واش يعني هذيك هي لا كورس اللي كانت خاصه باش يرجع لا فورم ديالو؟ غادي نعطيه بروميير شونس ونحطو ميم في لاكان. فصراحة كيعجبني هاد العودة هادا، وكيعجبني صراحة في هاد لي كونديسيون ملي كيكون تيغان لوغ. مدام كورين باغ غادي نطونطي مع بروميير شونس، سا باس او سا كاس بروميير شونس. رقم 7 انفيست
انفيستيسور هاد المال ديال 5 سنين، هاد المال هذا اللي تا هويا غادي يدير لو غوتور ديالو لي زونديكاب. شفنا العام اللي فات دار واحد فيستيفال 3 ديال لي زونديكاب، خلاوه داز من 29 اونص حتى 39 اونص، دونك طلع بزاف يعني في ليشيل ديال دي بوا ديال هاد العود هذا. حتى هو سبق ليه ربح في هاد الباركور هذا، كانت في شهر 11 من العام اللي فات، فغادي نعطيه دوزيام شونس ونبغي نشوفو مرة أخرى في هاد لاكاتيغوري ديال لي زونديكاب. انفيستيسور رقم 7. رقم 8 دغوغو، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي عنده 100% دغي ويسيت يعني في هاد الباركور هذا، 4 ديال لي كورس، 4 ديال المرات سالا في لاريفي. حتى هو الوضعية ديالو ولا الزون دي بوال ولا فيها يعني تزادت، لأنه داز من 25.5 ل 38.5، مي رد البال عاود كيبقى ريغولي، عاود كي ديما لي كورس ديالو، فإلا تغلب على لا فالور فغادي يكون يعني بارمي يعني الخمسة الأولين في الكانت. فعطيت الدوزيام شونس دروكو رقم 8، مغامرة مني. رقم 9 امبيتوايا بهاد لونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي شفناه ربح لينا هاد البخي هذا ديال اوبر دي كايو العام اللي فات، وكانت يعني قدام كل من الرقم 4 التراسنو، الرقم 14 اسماعيل بنت، والرقم 10 تيغيتور وور. دونك العام اللي فات هو اللي كان ربح لنا هاد الكانتي هذا، فغدا غادي يدير لا رونتخي ديالو من شهر 10 ما جراش. تيو باشلو غالبا كيكون مع هاد العود هذا، لا رونتخي قد تكون ماشي مشكل، كيبان لي بيان بلاصتي بهاد لا فالور هادي، غادي نعطيه بخومييغ شونس على الاقل بور لي بلاص. رقم 10 تيغيتو وور، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي شفنا لا فورم ديالو، شفنا الفيكتوار ديالو في 1100 في لين ادغوات اللي كانت في هاد البودغوم ديال الفونتين بلو، وكانت في 6-3، الشيء اللي خلى لا فالور ديالو طلعت ل 38.5. مي ماكسيم جيون يعني بقى معاه، وممكن يعني يكون شاف شي حاجه ماكسيم جيون داك النهار، فتا هو غادي نعطيه بخومييغ شونس، وتا هو لونترينمون ديال ديلشي شونجيز. رقم 11 فيليور باور، هاد لونغر ديال 5 سنين، اول بارتون ديال اون اليكس بونتال اللي عنده تواجد ديال لي بارتون في الكانتي، عاود لي البداية ديالو في الكانتي ما كانش سهل، لانه لي زون دي كابور عطاوه 42.5، فراه نقصات دابا وصلت دابا 38، مي عاود لي اون فورم، عاود لي تا هويا لا لين دغوات سبق لي جرى فيها مزيان، وشفنا في البداية ديال الكارير ديالو فكان كيجري يعني في نيفو محترم. هذا الرقم 11 فيليور باور اللي عنا تي بخومييغ شونس. رقم 12 فرونش ديفونس، هاد المال ديال 4 سنين، المال اللي شفنا في البداية ديال لاكارير ديالو كان عند ليان باغبيغو، فلحد الساعة بدل لي كيغي بدل لونتوراج وجا عند يوان بونفوي اللي جرى معاه جوج ديال لي كورس، اون فيكتوار ونون بلاسي في الكات ديال 7-2. فصراحة ما عرفتش شنو كان وقع في الكانت ديال 7-2، لانه ما دارش لا كورس ديالو، لا لين دروات ما كاينش مشكل، مي لا كورس ديال 7-2 اللي ما عجبتنيش هي اللي خلاتني غامرت بيه وعطيته دوزيام شونس. رقم 13 ويل ويست، هاد المال ديال 4 سنين غادي يكون اخر بارتون ديال شي شونشيز، هاد العود هذا اللي توا غيدلي عود اللي غادي يدير لا رونتخي ديالو والبداية ديالو في لي زون دي كاب كانت عنده 37، واش حطيناه في البلاصه ديالو ولا لا؟ غادي يستافد من لا موند ديال كريستوف سوميو، ونبغي نشوف البدايه ديالو في هاد لي بودغوم هذا والبدايه ديالو في لي كانتي بهاد لا فالور ديال 37، غامرت به حتى هو وعطيته دوزيام شونس، لانه كانتي كيبان على انه غادي يكون صعيب غدا هاد الكانتي ديال غدا، فدوزيام شونس رقم 13 هو الويست. رقم 14 اسماعيل بنت، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر تاهويا اللي كيف ما قلت من قبل انه سال في لاريفي ديال هاد الكانتي العام اللي فات، وخد لا تخوازيام بلاس ورا امبيتوايا بالرقم 9 اللي كان اربح، فغادي يدير لاغونتخي ديالو، عنده 36 اونص فالور اللي شويه طلعت على حساب العام اللي فات، مي الرياضه ديالو والسبور ديالو فكيبقى هما المسافات القصيره ولا لين دروات، فإلا كان واجد حتى هو راه بيان بلاصه بهاد لافالور هادي، إلا سالا في لاريفي ما غاديش يفاجئني، لان كيف ما قلت لكم العام اللي فات شفت بزاف ديال الحوايج زوينين مع هاد الرقم 14 اسماعيل بان، مي الغونتخي واش واجد ولا لا؟ غنعطيه دوزيام شونس. رقم 15 بخاداغو، هاد الهونغر ديال 9 سنين، هونغر اللي لا دي ان ديالو كتبقى يعني هي هاد الاندروات ديال الفونتين بلو وال 1200 وتيران يعني لوغ، لانه رابح جوج ديال اللي كانت في لاكارير ديالو كلهم كانوا يعني في هاد الباركور ديال غدا، عاود لي عنده كما قلت لكم 100% دي غوسيت في هاد الباركور، 4 على 4 منهم جوج ديال لي فيكتوار، فعاود لي غادي نعطيه ان بروميير شونس لوجيك لهاد الرقم 15 بخاداغو، وعلاش لا يكونفيرمي لينا هاد لي ستاتيستيك اللي عنده.
نكملوا مع فوغيه زو هذا المال ديال 4 سنين، دوزيام باردون ديال اونغي اليكس بونتال الرقم 16، هذا العوده ديال اللي كان موقف في لا كومبيتيسيون مشى 11 شهر 3، وشفنا لا رونتري دونك غادي يدير لا رونتري ديالو الا كانت معلوماتي صحيحه. مي تا هو يا شفنا شي حوايج اللي ما بيهمش مع هذا العوده هذا، الوضعيه ديالو في الفالور راه نقصات بدات كتحسن 35.5، مي نبغي نشوف لا رونتري ديالو هذا الرقم 16 فوريزيو الرقم 16 غنعطيه دوزيام شونس. اذا الاصدقاء المتابعين المشاهدين ديالي على قناه اليوتيوب، هذا هو التحليل ديالي بالنسبه لكانتي، وهذا كيبقاو لي برونوستيك الشخصيه ديالي، فكل واحد يطونتي لا شونس ديالو. هادشي اللي كاين، كنتمنى لكم بون شونس وبدايه اسبوع موفقه للجميع، وموعد نتجدد باذن الله في الكانتي اللي غادي يكون سان كلو نهار الثلاث باذن الله. بسم الله عليكم، تصبحون على خير، وشكرا لجميع المشاهدين الكرام، بسم الله عليكم.